سقط في أيدي الخليفيين وهزموا أمام أتباع الحسين. أرادوا تحجيم مراسم أبي عبد الله مستعينين بأدواتهم من عبيد وأقلام مأجورة، فباءوا بالخذلان. أسلمتموه ساعة الشدة؟ قال والله سمحوا لي ب15 نفر، لو خمسة يقام المجلس على الحسين، لا يعطل مجلس الحسين. أحيا البحرانيون مراسم عاشوراء في كل بيت وشارع وزقاق في الأرض التي بايعت أهل البيت منذ قرون. مراسم جرت بكل سلاسة وانتظام، راعوا فيها القواعد الصحية في زمن الجائحة، مسقطين حجة النظام الواهية لمنع المراسم. لكن العائلة الخليفية وكعادتها لا بد لها من التضييق على الخطباء والمعزين. استدعاءات واعتقالات على خلفية ذكر واقعة كربلاء برموزها وبمن تسبب بوقوعها. عائلة منفصلة عن الشعب الذي لا تنتمي له لا من قريب ولا من بعيد. لا تشارك البحرانيين أفراحهم ولا أترحهم، لكنها تشارك أغراب عن البلد في أعيادهم وسط مراسم عاشوراء. ناصر الخليفة أو نصور المعجزة سجل معجزة أخرى، ظهر في حفل ديني ملتصقا كتفا بكتف مع المحتفلين، متحديا هذه المرة فيروس كورونا، وضاربا بعرض الحائط القواعد الصحية التي اتخذتها عائلته ذريعة لمنع مراسم عاشوراء. إن حركة نصور لا تخلو من أحد أمرين، وهي إما أنها دليل على العداء للشعائر الحسينية وتكريس للاضطهاد الطائفي ضد الشيعة، أو أن خطر الوباء ارتفع وأصبحت الإجراءات الواقية غير لازمة. وعليه يتساءل البعض، هل سيرفع ناصر بن حمد راية أبي الفضل العباس أسوة بمشاركته الطقوس الهندوسية من باب التسامح الديني، أم أن النزعة اليزيدية غالبة ومسيطرة على نهج العائلة الخليفية؟